اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. برافو اليوم صراحه جمعيه فاميلي قلوب الخير، شباب وطلبه في مبادره ولا الاروع، وصراحه ان صح التعبير فعنوانها لنرتقي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في في مبادره وفي سابقه هنا بالساحه الاداريه هنا وبالحديقه الشهيره هنا بالمدينه المدينة الجديدة حمرية. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، جمعية فاميلي قلوب الخير تضع هذه المكتبة كما كتشاهدوا معنا بهذا الشكل وبهذه الطريقة كما كتشاهدوا وعلى المباشر، ووضعوا عليها عنوانا وكذلك كلمة: السارق لا يقرأ والقارئ لا يسرق، قرأ ورد وشكرا. نعم إنها مكتبة للعموم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، في زمن قلت فيه القراءة وقلت فيه استعمال واستهلاك الأحرف والكتب وكذلك. اليوم مجموعة من الكتب موضوعة هنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مختلفة على اختلاف أذواق وقراءها ومتابعيها. مجموعة من الكتب اللي توضعت هنا في هذه المكتبة بطريقة يعني إن حضارية، يعني شكل حضاري وحضاري. خذ الكتاب اللي بغيتي كتقراه، وإلا عندك حتى شي كتاب زايد في الدار وبغيتي في المكتبه ديالك ممكن انك تجيبه، ولو قريتيه ممكن انك تجيبه وتبادل مع القراء هذا الفعل. والى جانب هذا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، فهذه الجمعيه قامت باعاده يعني بتنظيف وتطهير هذا الفضاء الاخضر هنا وهذه الحديقه من خلال صباغه مجموعه من جنبات الحديقه، وكذلك حتى الفضاء يعني حتى اللي خدا الكتاب ياخذ الكتاب من هنايا، وكذلك كما كتشاهدوا معنا صبغوا هاد الكراسي من اجل توفير فضاء للناس اللي غادا تجي لهاد الساحه هذه. في الوقت اللي كانت هاد الساحه كيجيو لها بعض الناس، بعض العشاق، بعض يعني بعض، خصوصا انه اللي كيختار الاماكن يعني للانزواء وانه يبعد على عباد الله. لكن اليوم هاد الشباب هادو في العوض ما يجيو يعني كما كنقولوا يتعاملوا بواحد الطريقه، ولا مثلا كما كنقولوا ينتقدوا هذيك الافعال، فهما جاوا حطوا واحد المبادره واللي هي مبادره ايجابيه 100%، وعطاو بديل رائع مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من خلال تزيين جنبات هذه الحديقه وتزيين الكراسي ديالها اللي كانت مخربه واللي كانت يعني في اكثر من مره تكلمنا عليها، ووضعوا مكتبه للعموم من اجل يعني جعل هذا الفضاء هذا يولي فضاء للقراءه وللاستجمام كذلك وللاستمتاع بهذا الفضاء هذا. رغم يعني كما كنقولوا عدم تواجد يعني مجموعه من الاشياء بالفضاء، لكن النقطه البيضاء مشاهدينا او نقطه الامل الجميله والرائعه هي هذا الفعل الجميل اللي قامت به جمعيه فاميلي قلوب الخير، مجموعه من الطلبه وشباب، شباب وشابات مدينه مكناس اللي اختاروا هذا، وسبق لنا اشتغلنا معاهم في عدد من المبادرات مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ووضعوا مجموعه من الكتب للقراءه وكذلك للعموم. جي حل هاد المكتبة وهز الكتاب اللي بغيتي قراه ارد البلاصتو، هذا هو هذه قمه يعني كما كنقولوا مشاهدينا قمه الحضاره وقمه التحضر، لانه في زمن الانترنت، في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، في زمن قلت فيه يعني القراءه، في زمن اللي ما بقاتش الناس يعني كتعطي اهميه كبيره للكتاب، اللي كما كنعرفوا انه الكتاب هو اصل الثقافه، وهو يعني هو يعني من بين الاشياء الضرورية للإنسان ومن أجل تغذية العقل. نعم القراءة لذة للعقل، وهاشتاغ كذلك مكناس تبتسم. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذه المبادرة تحسب لشباب هذه الجمعية من خلال وضع هذه العملية، هو للإشارة فقط. فحسب ما وردنا وحسب بعض يعني المعلومات اللي وصلتنا، فهذا كان أول يعني أول مبادرة كتقوم بها الجمعية وكتقوم بها الشباب في إطار يعني واحد
البرنامج اللي مسطر مسبقا واللي الان يعني كيقل يعني كما كنقولوا كيبحثوا على وسائل الدعم ليه من اجل انه يطوروا هذا البرنامج وتكون في مجموعه من الحدائق ومن الفضاءات هنا بحمريه وبباقي مناطق المدينه. نعم مبادره مشاهدينا مبادره حميده، مبادره يعني كما كنقولوا يشكرون عليها، عدد من الكتب متنوعه يعني اللي يعني الكتب اللي ممكن انها تفيد، خصوصا كنعرفوا مدينه مكناس انها كتواجد بها الصرح الأكاديمي اللي هو جامعة المولى إسماعيل بكل تخصصاتها الأدبية والعلمية والاقتصادية والقانونية، فكاين يعني عدد كبير ديال الطلبة، كذلك الناس ديال الحلويات لاكريم حتى هما الناس عشاق الحلوى حتى هما كاين بعض الوصفات موجودون هنا، كذلك تلخيص صفات صلاة النبي، مجموعة من الكتب الجميلة والرائعة لموضوع هنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. وطبعا هذا العمل كان بتنسيق مع السلطات المحلية هنا على مستوى الحمرية وعلى مستوى المنطقة الحضرية المنزه، نعم، والمقاطعة العاشرة بتنسيق معها. كما قلت لكم هنا كاين شهيوات، كاين مجموعة من الكتب لموضوعها، كتب قيمة، كنلقاو كاع كتب قديمة يعني لي غونزور دو لا ميدسين، نعم يعني بزاف ديال الكتب اللي موجوده هنا اللي ممكن انها تغني المتابعين والناس اللي جايه يعني واللي بغات تقرا واللي بغات تفقه نفسها. نعم شكون الاخ صلاح الدين محاشيم، نعم اخي فكره جميله وفكره رائعه، وفي زمن كما قلنا اللي كثرات فيه السلوكات السلبيه وكثرات فيه كنشوفوا غير ما يعني غير اللي كيقنط كما كنقولوا اللي كيحز في النفس، لكن هاد الشباب هادو بهذه الفكره الجميله والرائعه والبسيطه كذلك وعلى بساطتها هي فين كاين القوه ديالها. مجموعه من الكتب دينيه وعلميه وفقهيه، مجموعه من الكتب مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كذلك كتب ديال الطبخ وغيرها، ادعيه، مجموعه من الكتب اللي وضعوها هنا هاد الشباب اللي ممكن انها تفيد الساكنه المكناسيه وتفيد الناس وزوار هذا ومرتدي هذا هذه الحديقه. نعم احنا دائما معكم على المباشر، لكن بشرط السارق لا يقرا والقارئ لا يسرق، اقرا ورد وشكرا. نعم هذا هو عنوان هذه المكتبة في مبادرة ولا الأروع، واللي كنتمناوها أنها تعم مجموعة من الفضاءات ومجموعة من المناطق اللي كيكونوا فيها تجمعات شبابية أو كيكونوا فيها الناس يعني حاضرين بكثرة للاستفادة من هذه الكتب. وكذلك هنا الدعوة موجهة لكل واحد عنده عدد عنده كتب في المكتبة ديالو بالبيت، عنده يعني اللي باقي عنده، وكان عارف كاين الناس اللي باقا محتفظ على هاد السلوك يعني اللي هو سلوك ثقافي، سلوك اللي كاين بعض الناس اللي وبعض المغاربه، ماشي بعض الناس، بعض المغاربه اللي وارثين الورث ديالو، وارث المكتبه من عند الاب ديالو ولا من عند الام ديالو ولا من عند خالو ولا من عند يعني هذا الورث الحقيقي. خلي ذاك الورث اللي كيتضاربوا عليه في المحاكم وذاك ديال التراب حمار وذاك الشيء ديال البيبان هذاك خليه بوحده، انا كندوي على ارث ثقافي، ارث اللي ممكن انه يعاون الناس ويعاون المثقفين كذلك. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما قلت الدعوه موجهه للجميع من اجل انهم يجيو يوضعوا يعني اللي عنده شي كتاب ديالو ممكن انه يساهم به هذه المكتبه هذه باش نزيدوا نغنيوها وننوعوها. وكذلك الرساله موجهه اللي دا شي كتاب يردوا لبلاصتو، لانه باش يستافد هو ويستافد الغير. بادره جميله وراقيه مشاهدينا وحضاريه لشباب هذه المدينه، شباب جمعية فاميلي قلوب الخير، ففعل مواطن مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كذلك من خلال تنظيف جنبات والطلاء والصباغة ديال جنبات هذه الحديقة وتوفير فضاء للقراءة، لأنه كما قلت كانت مجموعة من الكراسي لهاد الكراسي اللي كتواجد في هذه الحديقة كانت يعني واحد الحالة يرثى لها، لكن الشباب مع وضعهم لهذه المكتبة هذه حاولوا أنهم يوظفوا كذلك ويعملوا بتنسيق طبعا بتنسيق محكم مع السيد قائد المقاطعة العاشرة وعدد من السلطات المحلية هذه الكراسي لعاودوا يعني صبغوها وعاودوا قادوها من أجل خلق فضاء للقراءة، يعني تاخذ
تاخذ لك تيب ديالك وواحد القهوة ديالك معاك وتجلس هذا الفضاء الجميل والرائع هنا بالعاصمة الإسماعيلية للاستجمام كذلك والقراءة والاستمتاع وأخذ قسط من الراحة في واحد الجو ثقافي اللي صراحة افتقدناه. ولينا فيما كندوزو كنلقاو شخص قليل فين كتلقى شخص أنه شاد كتاب وخاشي وجهه في كتاب وكيقرا، وليتي فين ما دزتي فين ما في الدار في القهوة في الشارع الناس زعما بلي خايبة تبلينا واللي هي الهاتف الهاتف الهاتف. لكن مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي فكيبقى الكتاب له دور كبير في التثقيف والتوعية وكذلك الرفع من المستوى الإدراك والوعي لدى القارئ. اليوم احنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي خصنا نشجعوا على القراءة، لأنه في زمن القراءة ما كناش كنشوفوا مجموعة من السلوكات اللي ولينا كنشوفوا اليوم في أحيائنا وفي الشارع العام وفي مجموعة في المناطق. في الكتاب كيعطي القارئ عدد من المبادئ، كيكون ليه مجموعة من الأفكار، كيعطيه يعني كينمي الذكاء ديالو لا الفردي ولا الجماعي. هذا هو الأساس. نعم مشاهدينا مبادرة رائعة وجميلة نتمنها أن تكون في باقي المدن. حنان حنان قالت لك شكون باقي كيديها في شي قرايه الله يهديك. ولا اختي حنان فالوقت اللي كنا كنديوها في القرايه ما كانتش عندنا ما كانتش البوفه وما كانش كانت الناس كانت يعني كانت المبادئ كانت ما كانوش عندنا مساخيط الوالدين، ما كانش الولد كيضرب امه، ما كانش عندنا بزاف ديال الحوايج بزاف ديال السلوكات، ما كانش بزاف ديال الافعال اللي اليوم ولينا كنقولوا اش من زمان هذا حنا عايشينه. فمن بعد ما بعدنا من الكتاب وبعدنا من القراءة وبعدنا من هاد الحويجات وبعدنا من دار الشباب وبعدنا من الكشفية وبعدنا من 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 من, من الأشياء الإيجابية اللي كتأثر واللي كتنمي القدرات ديال الشخص، راحنا بقينا مضاربين غير مع تيك توك، وهذه ها هي اللي واقفة كتعرى قدام الكاميرا والآخر باغي يرد راسو ما عرفتش شناهو صحة شي حويجات اللي ولينا كنشوفوهم زعما من أجل الأدسنس ومن أجل ها اللي كيضرب في الأعراض ديال الأسر، ها اللي كيضرب في راسو، ها اللي زعما شي حوايج ولينا كنشوفوهم بحال حماقين بحال الله يسر. فهمتيني هادشي ديال التكنولوجي، وسمحي لي الا دويت بهذا المنطق هذا وبهذه الطريقه لانه هذا واقع كنعيشوه. راه انت كتشوفي شوفي اليوتيوب المغربي اش واقع فيه، شوفي مواقع التواصل الاجتماعي اش واقع فيها، شوفي المحتويات الايجابيه وعلى قلتها قليل فيما يسود الروتين اليومي. وزيد وزيد اللهم كتاب تقرا وتنمي عقلك وتزيد في القدرات ديالك ولا تتفرج في روتيني اليومي. فهذا يعني واحده من بين الاشياء اللي كنحاولوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي انه نوضحوها، وهذه كتبقى مبادره نحاولوا ما نبخسوهاش لاله حنان، لانه في زمن اللي زمن الانترنت وال4G وال5G باقي الحمد لله المغاربه مهتمين، وخصوصا مدينه مكناس المدينه العريقه والمدينه التاريخيه ومدينه العلم والثقافه والفقه كذلك والعلماء، لانه هذه المدينه راه غادي راه ضاربه في التاريخ باسمائها وباعلامها وبمؤرخيها والاسماء اللي مرت من هذه المدينه العريقه. فليس بغريب اننا نشوف شبابها وابنائها من طلبتها ومن ابناء هذه المدينه انهم يبدعوا ويعطيونا هذه الفكره الجميله والرائعه واللي هي محموده واللي كنتمناوها انها تعم في باقي المدن، لانه كنعرفوا الاثر الايجابي للقراءه على العقل البشري وعلى الذكاء الفردي والعام كذلك مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. شكرا لكم، كنتمنى نكونوا قربناكم من هذه الفكره الرائعه والجميله والمبادره التي تستحق كل التشجيع والتنويه، وكان مره اخرى اوجه النداء كذلك لدعم مثل هذه الافكار وتشجيعها اللي عنده كتاب. كندوي على الناس اللي هنا في مكناس اللي عنده كتاب في المكتبه ديالو قراه وكملوا، يجي يحط كتاب ويدي كتاب اخر ونزيدو نغنيو هذه المكتبه، علاش لا نشوفوا فيها اكثر عدد من هذه الكتب هذه اللي كاينه اليوم. كاينه كتب اللي واخدينها الناس، باقي خاصها كتب اخرى. نتمنى انه تجي وتغنيو هذه المكتبه هذه ونزيدو ندعموها وندعموا مثل هذه المبادرات الجميله والرائعه والايجابيه وعلى بساطتها لكن تحمل في طياتها معاني كثيرة. أشكركم مشاهدينا، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من العاصمة الإسماعيلية مكناس.
إلهام المبارك. شكرا لك أختي بادرة، تحسب لجمعية فاميلي قلوب الخير، وحنا ونحن كإعلام ما علينا إلا أننا نشجع مثل هذه المبادرات وندعموا مثل هذه المبادرات الإيجابية والحضارية اللي كتدل على رقي المجتمع ديالنا. والحمد لله باقي الناس ديال الخير، وباقي باقي الناس اللي واعي، باش الناس ما بقاش تقول راه كاين غير الخيب، كاين غير الخيب، كاين غير الخيب. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، فما بقى لي الا نقول لكم اشكركم. السارق لا يقرا والقارئ لا يسرق، قرأوا رد وشكرا، لان القراءه تربيه قبل كل شيء، وهي التي وتهذب النفس، ويعني بزاف ديال الحويجات كدير القراءه. لهذا راه العنوان واضح، السارق لا يقرا. وملي كنعنيو السارق راه ما كنعنيوش زعما السارق هو هذاك اللي كيدير يدو في الجيوب، كل حاجه اخبار فراسكم. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، الى اللقاء. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من الساحه الاداريه بمكناس.